بسم الله أبو وروح والروح قدس الإله الواحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سورة المسيح بنعمة ربنا عايز أتكلم النهاردة معاكم على موضوع الخدمة الخدمة السيد المسيح بي بيقول في إنجيل معلمنا متى من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ويقول كمان في إنجيل معلمنا مرقس ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين الحاجة اللي تخليني أخد صورة المسيح أو أقتني صورة المسيح هي الخدمة لأنه السيد المسيح بيقول عن نفسه أنه هو مجاش علشان أنه هو يخدم أو يتخدم لكن جه لأنه هو نفسه عايز يخدم عايز يقدم نفسه فدية عن كثيرين عايز يقدم نفسه فدية عن كل اللي هم هيقبلوه وهيستفيدوا من, من شفاعته الكفرية اللي هو بيقدمها عن كل واحد فينا يقول في إنجيل معلمنا ماري يوحنا إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب ودوت هنا بالآية ديت عرفني مكانة الخادم والكرامة اللي بيحصل عليها من الآب ويقول كمان في الآية ديت إنه لو أنا فعلا عايز أخدم المسيح لازما أتبع المسيح والتبعية للمسيح بتخليني أكون صورة المسيح لأنه أنا مش معقول أن أنا أكون تابع للمسيح أو ماشي ورا المسيح والمسيح ليه صورة وأنا لي صورة تانية إن كنت أنا فعلا بتبع المسيح فلازم يكون لي هذه الصورة صورة المسيح كيف أخذ صورة المسيح وأحيا كخادم هو دوت السؤال اللي احنا عايزين ان احنا نتكلم عليه النهاردة او ان احنا عايزين نرد عليه كيف أخذ صورة المسيح وأحيا كخادم في البداية حابب أن أنا أم يعني أمر كده على قصتين متناقضتين من الكتاب المقدس يوريني حياة الخدمة في المثل الأولاني وحياة الخدمة في المثل الثاني في سفر صموئيل الأول شفنا مثل عالي الكاهن وابنيه حفني وفنحاس وشفنا في رسالة تيموساوس الثانية بيكلم معلمنا بولس الرسول لتيموساوس على أمه وجدته يقول إيه في تيموساوس الثانية الإصحاح الأول آية خمسة إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيكي ولكني موقن إنه فيك أيضا يقول برضو في نفس الرسالة رسالة الرسالة الثانية لتلميذة مساوس الإصحاح الثالث يقول وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع علي الكاهن هو كان انسان خادم لكنه كان انسان آآ آآ غير امين في خدمته وبالتالي هلك هو واولاده لان هو مقدمش ولاده 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 ما قدمش اولاده او ما قدبش اولاده او ما رباش اولاده على مخافه ربنا. لكن المثل الاخر اللي بنتكلم عليه في العهد الجديد هو مثل تيموساوس الرسول ونشوف جدته وامه اللي سلموله وشربوه الايمان الصحيح ويقول له انك منذ الطفوليه تعرف الكتب. يا ترى تيموساوس اللي عرف الكتب دوت منذ ان كان طفل، مين اللي سلمه الايمان دوت؟ طبعا اشار بولس الرسول في هذا للاصحاح الاول ان هو جده جدته وامه هم اللي سلموه الايمان السليم. وده يوريني انه انه الخادم او الخدمه بتبتدي من البيت، الخدمه بتبتدي من البيت. كيف احيا كخادم في بيتي؟ دوت السؤال اللي احنا عايزين ان احنا نرد عليه النهارده. فالحقيقه حابب ان انا اتعرض في الحلقه ديت لمشكله خطيره بنعاني منها في بيوتنا وهي انه كل مشكله تحصل مع ابني او بنتي ولو ابني او بنتي بعدوا شويه عن ربنا بلقي باللوم على الكنيسه ابتدي اقول اصل الكنيسه مقصره، اصل الكنيسه ما بتوفرش، اصل الكنيسه ما افتقدتش. وأنا في نفسي ما بكونش قدمت حاجة من أجل أولادي ودايماً بلقي بنبتدي بقى نعلق الشماعة زي ما بيسموها كده شماعة الأخطاء. أبونا ما افتقدش، الخادم الفلاني ما كلمش بنتي، أصل ما كانتش الكنيسة بتقدم الاجتماع الفلاني، ونفضل ندور في حلقة ما بتنتهيش الكنيسة الكنيسة الكنيسة. الكنيسة. كنت ماشي في مرة على الفري واي وشفت كده إعلان كبير، إعلان عن مدرسة هو مدرسة خاصة. فكاتبين كده كلمه عجبتني خالص بيقولوا فيها ايه هوم از ذا فيرست كلاس يعني البيت هو اول فصل يعني عايزين يقولوا ايه من الرساله دي ان قبل ما تجيب ابنك أو بنتك للمدرسة لازم تفهم تماماً إنه بيتك لازم يكون مدرسة. قبل ما تجيب ابنك أو بنتك للكنيسة لازم تفهم تماماً إنه أنت لازم تصير خادم في بيتك وإنت بنفسك اللي تقدم لأولادك الخدمة. وأن أنت أنت مش منتظر الكنيسة. طبعاً إحنا ما نقدرش ناحية بدون الكنيسة لكن أنا بنفسي بقدم الخدمة لأولادي في البيت. بقدم الخدمة لأولادي في البيت بأن أنا أكون قدوة. ان انا اكون قدوة في القول والتصرف والعمل كل حاجة انا بقدم فيها قدوة قدوة في البيت من خلال اللي هم بيشوفوني بقف اصلي قدامهم هنتكلم على الموضوع دوت بالتفصيل لكن انا عايز اقول انه الكنيسة بتبتدي من البيت الكنيسة التي في بيتك بيتي لازم هو يكون كنيسة وابتدي ان انا اوفر الوقت والمجهود الذهني والعصبي والبدني اللي انا ببذله ان انا القي باللوم اللوم على الاخرين ابتدي القي باللوم على نفسي وابتدي احسن من نفسي ولو في حاجه ملاحظة عندي ممكن أوصلها لأبونا في الكنيسة لخادم في الكنيسة وماله لما أتكلم في الموضوع دوت لكن صدقوني أنا شفت ناس كتير داروا في الدايرة ديت وهم ما فيش حاجة في دماغهم طب ما وحتى لو الكنيسة بتعلم وأنا في البيت فقدت دور التعليم او فقدت ان انا اكون قدوه كل اللي بتعمله الكنيسه راح انا اذكر في مره كان البابا شنوده جاوب على سؤال زي دوت اتبعت له يعني وقال لهم ابنكم بيقضي ساعه في الكنيسه او ساعتين طبعا يعني كلام ده جايز كان زمان في مدارس الاحد بيروح الولد ساعه وساعتين لكن دلوقتي الانشطه ما بتنتهيش والاجتماعات والدرس الكتاب ومدارس الاحد والقداسات لكن يعني كان بيقول لهم انه ابنكم بيقضي ساعه في الكنيسه اما بيقضي باقي الاسبوع معاكم فيعني بلاش ننسى اهميه ودور البيت اللي هو اهم من اي حاجه في الدنيا مهم جدا ان انا ابتدي بالخدمه ان انا اخدم بيتي في الاول في سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول ايه 8 السيد المسيح له كل المجد بيقول ايه حلوه خالص يا ريت ان احنا كلنا نحفظها مع بعض يقول: "وتكونون لي شهودا" بيكلم تلاميذه والرسل وكل واحد مننا "وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى المسكونة" دايما لما نقرا تفسيرات الاباء على ايه زي هذه الايه يقولوا ايه انه انه الانسان الخادم هو انسان بيبتدي باورشليم ودايما الاباء يقولوا ان اورشليم ديت هي قلبي انا ببتدي اخدم نفسي انا لانه كل اناء ينضح بما فيه انا مش هقدر اخدم بيتي واولادي وانا فاضي مش هقدر اعلم اولادي الكتاب المقدس وانا ما اعرفش مش هقدر احبب اولادي في الصلاه وانا لسه ما حبيتش الصلاه ولا اختبرت جمال الصلاه أو قراية الكتاب المقدس أو إن هم يروحوا الكنيسة كل أسبوع أون تايم في الميعاد مش إن أنا أجيبهم أقول لهم الإنجيل هيتقري الساعة كذا مثلا أعلم ولادي التكاسل أن هم يروحوا بعد الكنيسة ما تبتدي بساعة وساعة ونص ودلوقتي الأمور امتدت إن إحنا بنروح كمان في آخر نص ساعة أنا ببتدي بنفسي أنا ببتدي بنفسي تكونوا لي شهودا في أورشليم أنا بعلم نفسي الصح في كل عمل وببتدي بعد كده وفي كل اليهوديه، كل اليهوديه ديت اللي هي بيتي بقى واسرتي. طالما خدمت نفسي، حبيت المسيح، حبيت وقفه الصلاة حبيت الكنيسه والقداسات والأصوام ابتدي بقى ادخل من اخرج من اورشليم على اليهوديه. وبعد كده من اليهوديه للسامره ان انا اخدم في الكنيسه، وبعد كده من السامره الى اقصى المسكونه اللي هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه، منين محل بيشوفوا فيا صوره المسيح في شغلي، في دراستي، في اي مكان أنا بحمل صورة المسيح على الدوام من أجل كده أحيانا بنقلب الآية بنعكس الآية إن أنا أكون خادم في الكنيسة لكن في الحقيقة هم ما بيشوفونيش خادم في البيت يشوفوني بعلم الأولاد في, ال... في الكنيسة الأمانة ونقاوة اللسان وفي البيت أنا بيشوفوني حاجة تاني ونبتدي نطلع أولادنا عايشين في عقدة اسمها عقدة التناقض هو ده بابا اللي أنا لسه شايفاه في الكنيسة خادم ومعلم هي دي ماما اللي أنا شفتها بتعلم الأولاد لكن عندما جت البيت الصوره اختلفت او الحياه اختلفت ان كنا بنتكلم على الخدمه فلازم افهم انه الانسان الخادم هو خادم اينما وجد اينما وجد القديس يوحنا ذهبي الفم يقول للكاهن في كتاب يعني عن الكهنوت يقول للكاهن أيها الكاهن أنت كاهن للبشرية جمعاء أنت كاهن لكل البشرية فعش أقول أنا كاهن في كنيسة القديسة مريم المصرية وعندما بخرج من الكنيسة ديت أنا ما بقتش كاهن أنا جوة الكنيسة كاهن في كنيسة تانية أنا كاهن في, في, في أي مكان في السوبر ماركت أنا كاهن في المدرسة أنا أي مكان بروح فيه هو الكهنوت واحد ما بيتغيرش ما ينفعش اخلع الصورة دي طالما خرجت من مكان خدمتي وانت ايضا ايها الخادم ايها الاب والام ما ينفعش تكون خادم في الكنيسة بتعلم ابنك وولادك في مدارس الاحد شيء وعندما بتدخل البيت ما بيشوفوش الصورة دي اتليست يعني ما بيشوفوش الصورة ان احنا بنقدمها ازاي يكون خادم مثالي هختم بالكلمة دي ازاي يكون خادم مثالي لأولادي اللي قريبين من الكنيسه او اللي عايز اقربهم وازاي اكون خادم مثالي لاولادي اللي بعدوا عن الكنيسه بالفعل. اول حاجه تخدم بيها بيتك واولادك زي ما اتفقنا اكتر من مره ودي مش هنتكلم فيها لانه خلاص تناقشنا فيها وتناقشنا في الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن الامانه اني اكون قدوه، اني اكون قدوه، اولادنا ما بقوش او الاجيال اللي طالعه ما بقيتش جيل مواعظ، ما تقدرش توعظ ولا تسلم شيء وهو شايفك أنت ما بتعملش هذا الشيء ثق تماما انه ابنك هيفكر فيك إنه أيها الطبيب اشفي نفسك أولا أنت ليه بتقولي لي اقرأ وانت ما بتقراش ليه بتطالبني أصلي وأنا مش شايفك بتصلي أول حاجة محتاج إن أنا أكون قدوة محتاج إن هم يشوفوني إنسان روحاني مثالي إنسان روحاني مثالي الـ 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 بيشوفوني واقف بصلي بيشوفوني بقرأ في الكتاب المقدس بيشوفوني بروح القداس بيشوفوني ملتزم بالأصوام الكنسية مش أنا اللي بشجع أولادي حبيبتي انت عندك مذاكرة وامتحانات لك أسبوعين من الصيام أصل الأربعاء والجمعة مش مهمين يا حبيبي بلاش الأسبوع ده احنا لسه فطرانين فين المثالية اللي أنا بقدمها هنا فين المثالية أحياناً لما نتكلم بالشكل دوت ونطالب الاسره ان هي يا يعني ما تبقاش تو ماتش الطرق الوسطى خلاص الكثيرين كلام جميل الطرق الوسطى خلاص الكاسرين لكن يا ريتنا بنقدم الوسطى حتى احنا حتى الوسط الطريق الوسط احنا ما بنقدموش وفين انا من طريق الوسط؟ هو مين قال انه اللي مشيوا في الطرق الوسطى ما كانوش بيصوموا أصوام الكنيسة، ما كانوش ملتزمين بالقداسات وبمواعيدها وبوقفة الصلاة والكتاب المقدس وبنقاوة اللسان والعين والأذن. ما هي دي كلها طرق وسط إحنا إحنا ما طلبناكش إنه إنه أنت تربط شعرك وتسهر طول الليل عشان آآ آآ تقول الطرق الوسطى، ما هو ده الطريق الوسط، الطريق الوسط إن أنا أكون ماشي بأمانة وبجدية في قانوني الروحي من جهة علاقتي أنا مع الله ومن جهة الآخرين اللي ربنا اتمني عليهم واداهمني إن هم يكونوا وزن زوجتي وأولادي أو زوجي وأولادي يشوفوني ملتزم بالأصوات بحضور القداسات يشوفوا الحب الحب فعلا في قلبي ما رياء مفيش رياء مش بعلم الولاد ان 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 النهارده عن سر التوبة والاعتراف ويجي مثلا أنا مليش أب اعتراف طب إزاي ما هو كده مرة تاني أنا, أنا بخليهم ينقسم انا ما بقدمش خدمه انا كل ده بتكلم على الخدمه في نطاق البيت وفي نطاق الكنيسه اللي انا بخدم فيها لو انا حتى المخدومين اللي انا بخدمهم في الفصل ما شافونيش قاعد مع اب انت ليه بتعلمنا حاجه انت ما بتعملهاش انت ليه بتعلمنا نصوم وانت بره شفناك قاعد في الحته الفلانيه في اليوم الصيام وما كنتش ملتزم بالصيام هنا كل الحاجات دي للاسف بتفتت قلوب اولادنا وبتخلينا نفقد صوره المسيح في عيونهم وبنكون مجرد آآ آآ بنكون مجرد مرائين مش قادرين نقدم صوره حقيقيه عن المسيح علشان كده كل اثنين مخطوبين في جلسات المشوره باستمرار نطالبهم انه انه يكون في حب يعني ايه لازم يكون في حب؟ احنا ما نقصدش ان هو حبيبي حب خطيبتك ويا حبيبتي حبي خطيبك لكن نقصد ايه؟ ان حبي لربنا لو ما بدأش في الوقت دوت والمفروض يبدأ من قبل كده بكتير لكن لأن هم جايين يقعدوا في الوقت دوت في فترة الخطوبة وجايين ياخدوا مشورة روحية إنه لو الحب لربنا ما بدأش في الوقت دوت هيكون صعب جدا إن هو يبدأ بعد كده. النهاردة أنتوا اتنين مخطوبين بكرة هتتجوزوا بعده هيكون معاكم أولاد. لو أنا ما عودتش نفسي وضربت نفسي إن أنا أحب ربنا من كل قلبي عمري ما هقدر أمثل على أولادي بعد كده. لكن القاعدة بتقول It's never too late يعني حتى لو كنت اتأخرت حتى لو أنا ما قدمتش القدوة الحقيقية في مراحل المبكرة من, 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 من حياة أولادي من طفولتهم فما زال الباب مفتوح ده مش حاجة تدعو لليأس مفيش يأس في العلاقة مع الله وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله هنتكلم في دوت في اخر الحلقه لما هنرد على حته ازاي اخدم اللي بعده عن الكنيسه بالفعل. لكن تاني حاجه عايز اتكلم عليها ازاي بيها اخدم بيتي هو اني اكرس وقت لبيتي ولاسرتي. في مشكله بتنشا في, في مع الاولاد دايما نشبهها بمرض مرض خطير، مرض خبيث. أوقات كتير الوقت اللي بكرسه لبيتي ولأسرتي يخليني أكتشف وأنا قاعد مع أولادي من خلال سؤال أو من خلال تعليق سأله الولد سألته البنت أو تعليق معين أو إضافة معينة أكتشف في خطورة معينة ب ب ب في ذهن الولد دوت او في ذهن البنت ديت. ودايما نقول انه لما اكتشف المشكله ديت زي ما بنقول على الورم الخبيث كده في الايرلي ستيجز يعني في المراحل المبكره ممكن جدا انه المرض المرض دوت يتعالج لكن لما بيكون في مراحل متاخره بيكون من الصعب علاجه، مش من المستحيل لكن بيكون من الصعب علاجه. لما اقعد مع ابني وبنتي واكرس ليهم وقت واسمعهم فيه احيانا اكتشف مشكله يكون الابن دوت او البنت دي هيقعوا فيها اقدر احلها بسهوله وبشويه وقت وبشويه نصيحه وبشويه معرفه وان انا احدد لهم ميعاد مع المرشد الروحي الموضوع يمكن السيطره عليه لكن اوقات نلاقي انه ما قضيناش وقت معاهم ما خدمناهمش الولد جه بمشكله خطيره انا عايز اركب حلق انا عايز احط على جسمي كله تاتوز انا عايز ان انا اطلع اعيش مع صاحبتي انا يعني الله كان فين الكلام ده مره واحده ظهر الكلام ده للاسف ما ظهرش مره واحده الكلام دوت خد وقت لكن لكني كنت غايب عن بيتي وعن اسرتي وعن اني انا اسمعهم بدات ان انا اسمع الموضوع دوت في مراحل متأخرة، اخرجوا مع أولادكم، قضوا وقت معاهم، شوفوهم بيتعاملوا مع الناس إزاي من أجل إنه أنتوا تبتدوا تحكموا على سلوكهم وإن أنتوا آه يعني تقوموهم، وإلا لما كل ما بيكبروا كل ما شخصيتهم بتكون اتشكلت وبيكون من الصعب تغييرهم. بالنسبة للأولاد اللي بعدوا عن الكنيسة، أو كتير بيكون ابني بعد عن الكنيسة ونفسي يرجع وبصلي إن هو يرجع وأنا نفسي بعيد أنا نفسي بعيد فالنصيحة اللي احنا بنقولها ابتدي بنفسك أو ابتدي بنفسك أنت النهاردة جاية تشكي أو جاي تشكي أنه ابنك بعيد أو ابنك بيعمل الحاجة الفلانية للأسف أوقات كتير نسمع المشكلة دي تابونا أنا, أنا عمري ما مشيت في سكة غلط أنا عمري ما شربت مخدرات ولا خنت مراتي ولا عملت ولا سويت مش عارف ليه ابني طالع بيعمل الحاجات ديت طيب هو حضرتك ليه بتقول انا عمري ما عملت كذا؟ طب هو فين الجهة الإيجابية أو الناحية الإيجابية؟ ليه عمرك ما خدمت؟ ليه عمرك ما قربت من ربنا؟ ليه حاكم على الأمور بصورة سلبية؟ لازم ندرك تماما انه في تطور ان كنت انا بعيد عن ربنا لكن انا متصور ان انا انسان كويس طالما انا مش بخون طالما انا مش مش بشرب طالما انا ما رحتش عشت مع واحده بره او مع واحد بره فانا كده انا قدمت قدوه للاسف القدوه بتاعتك قدوه ناقصه مش قدوه كامله فين الجهه الايجابيه فين الجهاد الايجابي ان انا يكون لي علاقه وصوره حقيقيه مع المسيح فما تستغربش او ما تستغربيش انه انه الولد او البنت النهارده بيعملوا الحاجات ديت وانت ما عملتهاش. ما هو لان انا ما زرعتش فيهم الايجابيات النهارده بحصد منهم السلبيات. هقول الكلمه دي تاني لاني ما زرعتش الايجابيات النهارده بحصد السلبيات. صحيح انا عارف ان انتم ما زرعتوش السلبيات اللي هم الله اعلم زرعنا ولا ما زرعناش لكن انا بفترض الكويس ان انا ما زرعتش السلبيات ديت. لكني كمان ما قدمتش صوره المسيح بالنسبه لهذا الولد او هذا البنت، طيب الامور تعقدت ووصلت للمرحله دي حضرتك محتاج أن تبتدي بنفسك وتبتدي بقى تختبر تختبر مقولات البابا كرولوس مثلا الصلاه بلجاجه تصنع العجب، القداسات تاتي بالاستجابات، اللجاجه في الصلاه اللي بيعلمها لنا السيد المسيح له كل المجد، اسأله واطلبه واقرعه، ابتدي انا بنفسي ارجع من اجل كمان ان هم يشوفوا ان انا رجعت وهم كمان يبتدوا في يوم بعد ما, ما ربنا فعلا يلمس قلوبهم بفضل بقى الـ الـ الاب او الام اللي صاروا قديسين هم كمان بسبب قداستهم ديت ابنهم او بنتهم ان هم يرجعوا ويقربوا من ربنا مره تاني زي القديسه مونيكا كده اللي بسبب دموعها رجع ابنها لمعرفه المسيح مره ثاني وقدم توبه وصار قديس واسقف عظيم القديس اوغسطينوس الله يعطينا ان احنا نكون خدام حقيقيين لنفوسنا في الاول لاورشليم وبعد كده لليهوديه لكل الاسره وللسامره لكل الكنيسه اخدم كنيستي كمان ولاقصى المسكونه اخدم المجتمع بالكامل من اجل فعلا ان انا اكون صوره حقيقيه للمسيح ومش هقدر أعمل كل ده بدون ما فعلاً البس صورة المسيح وأحط صورة المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين